إذا الكيلو سعره 75 بس والله طعم الكرك برضه والله والله مو مجامل والله الله يوفقك إن شاء الله فيه. أنا بحبيبي السلام الرحمة على فكرة الكرك وسلطان تبي من الأحد الجاي إن شاء الله ما في شيء أسبوع لا ما طلعت خلاص يا أخي سواء دخل ولا ما دخل لا شوف أبو عابد أنت إنسان نظيف سمعتك حلوة سيرتك حلوة في البرنامج الله يرفع قدر ما عليك خوف لكن في ناس سمعتهم مش حلوة أو مسوين أخطاء تدري وش مشكلة ثامر ثامر أبوه الله يحفظه يا أخي يدري ويغبني يدري ترى خله ترى المشكلة هذه مو بس أنت حتى أخوياي في حايل كذا أقول اسم أبوه ما أقول اسمه وإذا جيت عند أبوه أقول اسم الولد ما أقول اسم أبوه أسلم يا ماجد من قال أسلم ثامر نايف تدري وش مشكلته ترى عنده مشكلة يعني يتشارك معه هو سعود علوش وفايز غباء لا لا مو غباء انه الكلمه تطلع منه زين بعدها يحسب حسابها يفكر هل هي كويسه ولا مو كويسه فهمت علي فهمت يسوي هالشيء لا سواه هنا يستوعب ان هذا غلط او لا ما يشوف انه اوه غلط لا الحين يدور كيف احل المشكله ذي كيف اطلع حل للمشكله ذي انت تحسب ان الحل يفيد لا يزيد الطين بله انا خايف صراحه والله ان ثلاث اشخاص داروا في البرنامج نايف ثامر سعود علوش فايز الشهراني انا ما ادري انا سعود علوش اوافقك لكن الاثنين ذولي انا ما لا لا هذه لاحظت الفتره الاخيره يعني لاحظت الفتره الاخيره هذا مشكلته ما عاد هي تعدت الى الكلمات ايه مد اليد العليا من كثره مد اليد لا ايش دعوه وش اللي من كثره انت رحت فوق شوف انا ان شاء الله مو استبعاد يعني انا اقول لك استبعاد ان شاء الله مو استبعاد يا عيال مطيري انا ولا انتم ليه من كثره ايش انت ايش قصدك وليد وش ما ادري قال ابو سلطان من يقصد سيف الاكلبي دخل سيف الاكلبي لا لا هو قصده وليد احنا كان حديثنا على وليد ثم انا صعدتها شوي ابو سلطان وهو جات الكلمه والعالم يحسبون ابو سلطان هو قصده وليد يوم امزح مع وليد والله مزح اقسم بالله والله ما ندري عاد والله شوف انا بالنسبه لي انا معك في السجن ما احس انها مزح احس ان فيها تعب احس ان فيها جديه صح سلطان بلا شغل مكيف ارحب يا ابو ثقل هذا ليش ما نجيبه بغرفه النوم والله يا الربع هذا الرجل سلطان ثقل رجل خلوق والله طقطقت على صبريك الرجل الكريم نفس لا لا الفيش مفصول يا ابو ثقل الله لا يهينك ويصغرك انا عندك ايوه ذهب فوق المتون لفها يوم التوى الله لا يهينك لبيت خلاص يشتغل خلطات الصبايا نعبي هذا طارق سيدات بدون فعالية ذولا؟ لا سألون قوسي قوسي قسام سام تبي شاي ولا نعناع ولا كرر؟ شاي ولا نعناع ولا كرر؟ أبي نعناع نعناع واقف قدامك قد بخ لكم طبخة هتوي وشو بيا ايه غفف على قلب انحكم كتو يسلم قد بخ لكم طبخة لليوم لليل من اللي يطبخ أنت أطبخ ليه يا أبو أنت شوف إيش دعوة كذا تيجي تعمل عليه أطبخ وش الطبخة طيب على حسب والله مش مروع شوف من غير اسلم والله عمرك اسلم والله تستاهل يا ابو ثقل والله العظيم اني ما والله العظيم يا اسمع اقول لك شيء خلني اشرب والله الذي لا اله الا هو لو يمد لي ما زمزم اني ما اثق فيه جب والله ما فيها شيء حلفت لك بالله والله لو تحلف الله ما عليك منهم يا ابو ثقل هذول يبون يفرقون بيني وبينك يا ابو ثقل يطبخ لكم طبخ ناس حاسديننا منو ذا ادري لا حتى الشاي ما يصلح منو أنت من هو؟ تطبخ أنت الشاي ما أعرف يسوي القهوة حبيبي أنا ما أسوي إلا على الطراز الشمالي خليك تاكل الدلة معه بعد الدخلوش هذا والله الكفو أنت شايف؟ يسار 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 شوي يسار وين؟ يسار لا ما أقول لك طقة أقول لك يسار 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 تحت شوي يا أخي ليش تشوف تحت في حكة يحك جسمك هذا عقلك الباطن يقول لك حك جسمك انت صدق رحت لهم ولا ما رحت لهم حك جسمك كذا والله سلمت عليهم حك ثاني طيب قل لهم يا ولد هم مروحني قال جيب لي اختر لي واحد طيب مو مشكله طيب تو ما بدت الفقره وبركاته يعلمونك يعلمونك يوريك المقطع تحطه تعالى وبركاته روح لهم فيها نقاط اروح ما فيها نقاط ما وش الفايده والله جوني قال تعالى سلطان اختر اخترنا واحد من زملائك ما يعرف يطبخ ما جابوا لي عبد الله الحربي انا اللي اخترتك تبي ولا ما تبي السلطان انا ما عندي والله نعم
شكرا على اختيارك لي، بس هل فيها نقاط؟ والله ما ادري ليش اني اخترتك محبه. انا شلون العيال الباقيين؟ انا حطيت 4. تمام مش مشكله، بس انا اقول لك اذا فيها نقاط ابد شاركت، ما فيها نقاط لا، لان انا عندي برايم. يعني انا ادور الحين، تعرف اللي يقول دور الريال على الريال، ادور نقاط. طب انت ها انت شو كاتب دي؟ ما قلت اول شيء. يا الله يا الله والله يا فلاح، يوم اخذت الجوال ساعه زين. اسمع والله يوم اخذت الجوال ساعه اقسم بالله شبه وعلي الجمهور قلبه فوق تحت. ليش تكتب على ذا المختلف؟ تبي ترك داستر يخصم عليك بكره الصبح؟ جيب بوي امسح عشان الخصم. ناظر. طيب ليش ما جبت بوي صدق عشان ما يخصم عليك ترك الدوس؟ مو انا اللي كاتب اول شيء حتى ولو، يعني انت كتبت في قلب وكتبت اسمه ضبطك ضبطني. انا عندي بوي بيضه. خليك من بوي بيضه، هذا محل فلاح. فلاح قال انا بمحلي اكتب اللي ابي، ولو ما كتبت المختلف بحط اعلان ثاني، بتكلم عن شيء ثاني. محل فلاح بيتحاسب واحد فيكم. هو بيتحاسب فلاح لانه هو بيتحاسب. هذا محلي. لا 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 كنظاما كطريقة مسموح، هذا محلي من هنا. طيب من اللي تجرى؟ أنا محلي يقطع محلي صورة ناصر الغامدي محلي. أنا محلي محلك أنا. أي نعم أهم شيء بالصورة ما قطعت. والله مو معطيك النقاط على الحركة دي. ها والله اللي رفع 7 ونزل 7 أنت شفت؟ والله ما تشفت. خلنا خلنا خلاص ما عاد أبي هذه. دقيقة أبي 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 اللزقات. شيل شيل تقطع صوت. من اللي فك اللزاقات؟ سلطان. سلطان سلطان اللي فكها. لا مضبوط. بس بس خلاص اهم شيء. اهم شيء خلاص خلاص خلاص. ايش تذيه؟ ايه شيء مضبوط. بامكاني اخذ 1000 صورة. وش تبي وش تبي؟ ايش فيها؟ فيها مفتوح بالمطبخ قصدك ايه فيه؟ وش تبي وش تبي؟ ما ودي احط لك مويه عسل. مويه عسل؟ شوف شوف تغرغر بمويه وبملح. يا ولد النعناع حقك تبي صوتك رايح؟ شوف درجي علي صورتي صح؟ افتح الدرج افتح الدرج زين. تعال انت خيط مكان درجي. ايه كان اول ما تخبب سيده. ايه طلع الحين على اليمين. طلع على اليمين. ولا ما هو درج، كل من جاء فتح تعطر معطورات واخذ ومشى. انا بسالك سؤال ممكن؟ اسلم. انت اللي مسمي نفسك المختلف؟ لا. ها؟ لا هذه سالفتها سالفه. لا اختصر بس من اللي مسمي؟ لا. احد الجمهور؟ لا. ها؟ هذه هي هي شوف ماني بقايل اقول لك تحت البيت سالفتها. والله والله اقول لك تحت البيت. انا اعلمك. لا لا تعلمون ولا شيء. بصراحه انك متخلف. لا ارجوك انت في مكاني تحترم نفسك. من التريلات ها؟ لا اقسم بالله اجيب لك نووي ارسي جبالك. شفت جبالك اوسيها من الارض. والله اللي تهبى. والله العظيم والله اللي تهبى. هذا منه صغير. اوه هو هذا حق غربي من بيت. من هم؟ رجاء هذا ولد اخوه حبيبي الملابس. والله نعم سبت انعام. والله نعم شوفه عرفت عرفت صغير المغربي. والله رجال ايش اعطيه ملابس امس ما خلصت الحين شفناه في ها حبيبي ترى عندك 40 ثوب. ثوب بس خلاص ما ردي بيخلص مالك ترى جديد عند الامنيه اليوم. شوف شوف شفت الحركات هذه اللي يجيك من بعيد ارفع صوتي عشان الاكتنان. لا والله اني ابي اعطيكم بس ها ايش قصدك يعني قصدك ايه جهزت ثوب واحد تطبع طبع رجالي. لا يا حبيبي انا ما اطبع طبعا. تعال تعال جنبي ابي طبعي الخاص. نعم بالله اشرب النعناع حيان الله ليش ما شوف فلاح بس ما الحين فلاح اسوي تكفى. تعال تعال, تعال عبود سم انا ابو عواد يقول ابي شاهد بعدين كم مسافتك افتح درجي بعدين ايه تلقى حلاو. ايوه ايه هو هذا وحده 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 حلاو ولا حبوب؟ لا لا حلاو حلاو حقت مصر. ايه في حلوه اللي كنت تشتريها هذيك البرتقاليه. لا 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 مو مو البرتقاليه مو نفس البرتقاليه. طيب في فوار واحده افضل. ليش؟ انا اقول لك افضل ليش؟ لانها على الخشم. لا محله يا حبيبي على الجبهه زين والخشم والحل كامل مع الحنجره مو حق تتبع صدق. صدق اول مره والله اني ما ادري والله اني ما ادري بس اول ها بس والله انها واحده بوحده. رحت انا وعبود المستشفى ذاك اليوم المستوصف اول مره اروح مع واحد واركب السياره. لا رجال واركب السياره انا وياه مده مشوار 40 دقيقه ولا كلمه ولا سالفه وكل واحد مع جوال. كل واحد يطقطق بالجوال. يا زين الشعور ذا. ليه زين الشعور ذا؟ هذا أسوأ شعور مو من عادتي إني أركب سيارة وما أسولف. يا رجال حرق يسموني حكواتي ترى. لا
بس انت اخذت القلم وانا من الحكواتي. لا والله والله يا عبد الله لو انك حكواتي ما تسكت في البرنامج. بس انك قلت ايش تسوي البرنامج لازم تحسب حساب كل كلمه تطلع منك. انا ما توقعت الوضع كذا قبل البرنامج. قبل البرنامج قلت بقلب البرنامج فعاليات وضحك يوم دخلت الكاميرات يا رجل ناظر الا يا ولد في كل مكان. شوف غلطة الشاطر بعشرة. فهمت علي؟ ممكن انت تقول كلمة زين انت فهمني صح، بس عندك ناس ممكن تفهم غلط، ممكن ناس تعارضك، ممكن ناس تنتقد، فصرت احسب حساب كل كلمة. ها اقول كذا لا الا السالفة راحت خلصت وانا الحين افكر بالكلمة اضطرت. ها يا حلو يا عسل انت ليش عندك؟ كل ذا وشايفين نفسك شو تعرف؟ شافت النفس ترى ما لها علاقة يعني عادي. احيانا ترى يصير واحد شايف نفسه لا معه مال ولا معه. انا شايف نفسي تدري ليش؟ فاهم؟ تدري ليش؟ تلقى طفران. تدري يعني ليش شايف نفسي؟ لانكم انسبانا. شو؟ لانكم انسبانا. اي لا هذه يحق لك. يحق لك يا صغير السن تتكبر. يحق لك. لكن سمبوسه مضبط. الله سبحانه وتعالى هو في القرآن قال عائل مستكبر. فبمعنى انه بحاجة بيكون مستكبر. فيكم يا الربع فلاح ما يستحي. الله ما يستحي. لا ابو عاصم شكله دمرته سلمته والله عوايدك. والله سلمني. يقول عود عادة ولا تكفى عادة. ها والله يسلمني. يا اخي انت اول تسلم الحين تتسلم. لا اعطيهم مجال فهمت. لا انت بتبدا تعطيهم مجال. فلاح فلما علمت الرماية اشتد ساعد ورماني. علمه الرماية كل يوم. والله اشتد ساعده ورماني. فلما ها اشتد ساعده ورماني. تعرف قصة هذه؟ اي والله. وش قصتها؟ قل الفلاح. قصة البيت هذا. وش عطنا سالفة يا ابو عبد. يقال سلمك الله. تبي مع السمبوسة حليب ولا شاهي ولا لا لا بالستر بس. اسلم. يقال بالستر من يوم دخلنا هنا ما الله يرحمه. اسلم. سلم. هذا طراها يوم قالوا علمه الرماية كل يوم من فلما اشتد ساعده رماني. هذا بيت صار مثل من قصيدة. وسبب القصيدة هذه كان فيه رجل من العرب وسيد في قومه وقبيلته أحسن. زين وكان عنده عيال كان يحب الولد الصغير منهم. تعرف أحيانا الرجل دائما إيش يحب القعدة ولده الصغير العنقود آخر العنقود. فعلى ما قال ما أعجب إخوانه أن أبوه يفضله عليهم. وكان عندهم أنهم يحرسون كل يوم على واحد يحرسون البل والخيل فجو على ما قال يحرشون ويبهتونه يبهتون الولد الصغير عند أبوهم. قال يا يبا هذا الولد دلع ولا جاء وقت حراسته إيش ينام ولا وأحيانا ما يجي وأحيانا قال لا ما يسوي كذا. قالوا هذا نعلمك ترى كذا ينام. المهم ما صدق هو. قال في باله بيجي يوم من الأيام وخلى أنك الضحك. قال بيجي يوم من الأيام أبجي وأشوف في وقت حراسة الولد الصغير هل الكلام صحيح ولا لا. فجاء يوم وقت حراسة ولده الصغير جاء كذا هو يمشي أنت يلبو زين بيشوف هل الولد نايم ولا لا. كان الولد وقتها موجود بس إنه أخذها النعاس. سمع إيش صوت خيل جاية. فوش سوى الولد؟ قال كذا بالسهم. يوم قال كذا يوم فلت السهم إلا قال أنا أبوك معاه فيها أنا أبوك زين ويرمي الأبو بالسهم مات. إيه عقبه جت إصابة اللي فيها وفاته. فجاء طبعاً الولد ما يقصد ما عاد يدري إنه أبوه إلا يوم رمى السهم. فجاء الأبو قبل ما يموت قال قصيدة طويلة من ضمنها أعلمه الرماية كل يوم ولما اشتد ساعده رماني. هذه قصة المثل هي من بيت هذه قصة القصيدة. ما توقعت القصة كذا. توقعت أنها واحد هو يا أخوية شيء قديمة ظهر جاهلية. بس أنتم الظاهر عندكم موضوع عن لا والله أجل وأعظم شأنا. هدفها أبو عابد هدفها كالعادة. انت هدفها تسلم اخويا. هدفها عبود حالك. والله ما سلمت على ذا سلم. شفت 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 والله امنيتي اقسم بالله الا يا رب ان الكاميرات اللي ورا جايبنا جايبنا
جيب الله ابوي الله يذكر سيف الجنيبي. شو هالرمشة؟ الله يذكر سيف الجنيبي. الله يذكره بالخير. اي أيوة والله الله يذكره بالخير. جايب لنا انا صاير اماراتي ما شاء الله. لا هو كل ما هذا قال من رايح؟ جبت لنا جبت لنا جبت لنا يحبوا ثم ايه يحبوا. في تقارب بين لهجة عمان والامارات. ايه حتى في قبيلة اسمها البلوشي. البلوشي في منهم بالامارات في منهم بعمان. نعم. اقول ترى بعلم لمار بس ترى بعلم لمار مطار ولا سيل يسقينا. تعال تعال انت متغيرين شيء بوجهك بس وش مدري انت شو مسوي؟ هذه سمبوسه يا طويل العمر والسلامه. عشت طيب خليك من السمبوسه يا اخي. الله يبيض ابو عاصم على من اهل الجنه. الله يجعل من اهل الجنه. انت مسوي شيء بوجهك وش مدري وش مسوي؟ والله العظيم مسوي شيء بوجهك. محلق امس يصنفر ومسوي. لا بالله مسوي شيء بوجهه بس ما ادري وش. ما عاد استفهم وش هو وش مسوي. وجهه مو بزين. لا وجهك وجهك متغير مو نفس ما هو نفس اللي عرفته في البرنامج. هي وش تبي توصل له يعني؟ مسوي صنفره في الحلاق اول ما افتحوه بس صنفره في سمبوسه. قلت لك لا بس ولا السمبوسه اللي كلها زيت زيت. ويل شوف شوف اللذاذة شوف شوف اللذاذة. الله هذه سمبوسة ابو عاصم. انت من مين؟ حارة يا ربي. سمبوسة يا اخي سمبوسة الجبن ما تبرد. سمبوسة الجبن دائم حارة. انا مولود بعاصفة فما يهب ما يهزني هبوب الرياح. يا رجال توكل على الله. يا رجال راح وراك بس. يلا بس يلا يلا نايم من جنبي اليوم ايش تبي ها؟ والله شريني جنبي. يا وش تسوي؟ لا لا فلاح سألتك بالله تعد الحق. لا والله انت قد شفتني مره اعد الحق صح؟ لا يلا تفضل. انا مره الا شفت سريري وين هنا؟ اللي بنى صح؟ عبد الله هذا سؤال صعب والله ما ندري. والله العظيم اقوى سؤال. لا تكفى. ليه سؤال صعب عشان ايش؟ لا والله. اسمع اسمع ليه سؤال صعب عشان ايش؟ ما له مذهب كل شيء في سؤال. لا 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 كل شيء انت على سرير. شلون نقرر؟ المشكله خلاص. لا لا تكفى. لا طاوله قد يا اخوي خلني اكل لك وانا مرتاح. هذا لا خليني اكله وانا متوتر. هذا وهو تعبان نايم يعني. هذا ريليتي الحين اخذت الحلاوه اللي خويك. ايش اسمه هذا؟ ريليتي ريليتي ريليتي.